بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. في هذا الفيديو غنشوفو درس الشغل والطاقة الحركية، يعني غنشوفو الطاقة الحركية في حالة حركة الإزاحة وفي حالة حركة الدوران حول محور ثابت. ثم غنشوفو أمثلة، مثال واحد ومثال تاني. على بركة الله نبدأ. الطاقة الحركية لجسم صلب. الطاقة الحركية هي الطاقة التي يكتسبها الجسم في حالة حركة، يعني بسبب الحركة ديالو. هاد الحركة ممكن تكون حركة إزاحة، وبالتالي كنقولو يكون الجسم صلب في حركة إزاحة إذا لم يتغير اتجاه القطعة التي تصل نقطتين من نقطتين خلال الحركة، يعني جوج نقط اللي خديناهم من الجسم خلال الحركة كيبقاو على نفس المسافة. نعرف الطاقة الحركية ديال الجسم على الشكل التالي: أس سي يساوي واحد على اثنان إم فوا في كاري. ام كتلة الجسم بيان سيغ غتكون بالكيلوغرام، ثم في بالمتر سيكوند موانزه. يعني الا بغينا نحسبو الطاقة الحركية في نقطة فقط كتساوي النصف ديال الكتلة ديالو مضروبة في في او كاري. في حالة حركة دوران حول محور ثابت، الجسم يكون حركة دوران حول محور ثابت إذا كانت كل نقطة تدور بنفس السرعة الزاوية أوميغا. نعرف أس سي بهذا الشكل: الطاقة الحركية في نقطة يساوي واحد على اثنان جي دلتا فوا أوميغا كاري، بحيث أوميغا هي السرعة الزاوية، وبيان سور كتكون بالراديان سيكوند موانزه، وجي دلتا عزم قصور الجسم كيلوغرام متر كاري. هذا هو تعريف ديال الطاقة الحركية في نقطة. وبيان سور وحدة الطاقة الحركية هي الجول في كلتا الحالتين. مبرهنة الطاقة الحركية الآن. تقول المبرهنة في معلم غاليلي يساوي تغير الطاقة الحركية. تغير الطاقة الحركية يعني دلتا أس سي اللي هو الفرق بين أس سي في اللحظة جوج ناقص أس سي في اللحظة تي واحد. هنا اللحظة تي جوج، هنا في اللحظة تي واحد. هذا هو ما نقصده به تغير الطاقة الحركية للجسم صلب في إزاحة أو في دوران، يعني ممكن يكون في إزاحة أو في دوران حول محور ثابت بين اللحظتين تي واحد وتي جوج. المجموع الجبري للأشغال كل القوى الخارجية المطبقة على هذا الجسم هو هذا. وبالتالي الشغل راه أساسي جدا في حساب تغير الطاقة الحركية. عندي هنا حالتين. الحالة الأولى حالة الإزاحة، راه غنطبقوا هذه القاعدة: أس سي في اللحظة تي جوج حنا خديناها بي، واحد على جوج إم في في بي أو كاري ناقص واحد على جوج في إم في أو سي اثنان يساوي مجموع الأشغال. أشغال جبرية كنقصدو بها أنها ممكن تكون سالبة أو موجبة، وكما نساوش بأن الطاقة الحركية راه دائما موجبة. دونك في حالة دوران دلتا أس سي يساوي واحد على اثنان جي دلتا أوميغا بي أو سي اثنان ناقص واحد على اثنان جي دلتا أوميغا أو سي اثنان يساوي مجموع الأشغال الجبرية. دونك جي دلتا قلنا هو عزم القصور، وحدته هو كيلوغرام متر كاري، والجي دلتا كيساوي التعريف ديالو لا صوم ديال ام اي ار اي او كاري. من هاد العلاقات ممكن نحسبو ما يلي: ممكن نحسبو سرعة الجسم في نقطة، ممكن نحسبو المسافة التي يقطعها الجسم بيان سور إلا عرفنا لي دوني الآخرين، ممكن نعرفو شدة قوة، ممكن نعرفو العزم. بالنسبة لهذا عزم القصور كاينين كيتعطى دائما في التمارين، او انه كاينين اجسام اللي معروفين عزم اللي معروفة عزم القصور ديالهم. ندوزو الامثلة. المثال الاول يقول: احسب الطاقة الحركية في الحالات التالية: حركة سيارة كتلتها 10 طن وسرعتها في يساوي 100 كيلومتر في الساعة. دونك نمشيو للحل. الحالة الاولى حالة سيارة. دونك غنطبقو الطاقة الحركية اللي هي أس سي يساوي واحد على اثنان إم في أس سي اثنان يساوي واحد على اثنان، هنا 10 طن وغنحولوها على الكيلوغرام، 10 × 10³ فوا 100 كيلومتر. غنضرب نحولوها للمتر، يعني غنضربو في 10³ سيغ. هنا الساعة واحد ساعة نحولوها للسيكوند، دونك واحد نحولوها للمينوت غنضربوها في 60
ثم نحولها للسيكوند غنضربها في 60، يعني 3600. وكان غتعطيني واحد على جوج فوا 12 أس 6 7 8 9 10 أس 9 على 6 في 6 36 في 10 أس 2 اللي هي 1 على 36 في 2 72 في 10 أس 7. دونك هنا غنستعملو الآلة الحاسبة، النتيجة غتعطيني 1.38 في 10 أس 5 جول. بيان سور الطاقة الحركية كتكون كبيرة كل ما كانت ام أكبر كل ما كانت السرعة أكبر. الحالة الثانية حركة دوران أسطوانة حول محور تماثل بالسرعة 2000 تور بار مينوت وكتلتها ام يساوي كيلوغرام وشعاعها اغ يساوي 10 وتعبير عزمها يساوي. دونك غنكتبو التعبير اسطوانه تعبير ديال اس سي يساوي 1 على 2 جي دلتا اوميغا كاري. دونك غنحسبو جي دلتا هو الاول، جي دلتا التعبير ديالو هو راه معطي في التمرين 1 على 2 ام اغ اس 2 1 على 2 ام اغ كاري. الا ام تيقال 1 كيلوغرام و اغ 10 سنتيمتر، دونك يساوي 1 على 2 10 في 1 عفوا 1 كيلوغرام، ثم اغ اللي هي 10 في 10 اس ناقص 2 تو او كاري، منساوش اس 2 كيساوي 1 على 2. هنا 10 اس ناقص 1 نديرو لو استثنان يعني غيعطينا 10 اس ناقص 2 اللي هي 0.5 في 10 اس ناقص 2 اللي هي 5 في 10 اس ناقص 3 كيلوغرام متر كاري. دونك اس سي يساوي 1 على 2 جي دلتا اوميغا كاري. اوميغا نحسبو اوميغا يساوي 2000 تور بار مينوت، دونك 2000 تور هي دو بي على مينوت اللي هي 60 سكوند، دونك يعطينا نختزلو بالصفر نضربو جوج في جوج يعني غيعطيني 400 بي على 6. نحسبو بالآلة الحاسبة نحصلو على تقريبا 2.1 في 10 أس 2 راديان سكوند موانزا. دونك الآن ممكن نحسبو أس سي يساوي 1 على 2 جي دلتا 5 في 10 أس ناقص 3 نضربها في 2.1 في 10 أس 2 اللي هي 5 في 2.1 مقسومة على 2 في 10 أس ناقص 3. غنحسبو بالآلة الحاسبة غنحصلو على النتيجة، غنحصلو على 5.25 في 10 أس ناقص 3 جول. غنمرو للمثال الثاني. المثال الثاني يقول انزلق جسم اس كتلته ام يساوي 500 غرام فوق سكة تنتمي الى مستوى راسي تتكون من جزئين ا بي جزء دي شكل ربع دائره مركزه او شعاع اغ يساوي 50 سنتيمتر هي هذا جزء ا بي، ثم بي سي جزء مستقيمي طوله بي سي يساوي 4. السؤال انطلق الجسم من النقطه ا بدون سرعه بدئيه، يعني ان في فيديو ا اتقال 0، يعني فيما نسمعو بدون سرعة بدئية يعني أن V يساوي 0 باعتبار احتكاكات مهملة طول جزء AB. احسب سرعة الجسم، احسب سرعة الجسم AB في النقطة B. دونك الحل السؤال الأول، ألا باش نحسبو السرعة ديال B نطبقو مبرهنة الطاقة الحركية بين ا
و بي. دونك غنقولو بان دلتا او سي خلال الانتقال من ا الى بي اللي هي 1 على 2 ام في بي او سي 2 ناقص 1 على 2 ام في ا او سي 2 يساوي مجموع الاشغال ديال القوى المطبقه على اف. وحنا كنعرفو القوى المطبقه على اف هي الوزن بي فقط. دونك اول حاجه نحسبوا الشغل ديال بي. دونك الشغل ديال بي يساوي ام جي زد ا موان زد بي اللي هو زد ا موان زد بي زد ا موان زد بي دونك الى اعتبرت هذا هو لاكس ديال زد من هنا دونك زد ا هي هادي وزد بي غتكون هي صفر الى اعتبرناها الاصل ديالها هو هذا دونك زد بي زد ا. الفرق اللي بغيناه هو المسافه اش دونك ام جي اش ام جي فوا اش و اش تساوي ماذا؟ غنرجعو للشكل اش كتساوي او بي ناقص او غنسميوها نقطة المسافة غنسميوها دي بتي دي الشكل صغير. دونك ام جي و اش هي اغ موان بتي دي شعاع ناقص بتي دي و دي هي المسافة المحادية الزاوية الفا ولا 60 درجة يعني كتساوي ار كوسينوس دونك ام جي ار موان ار كوسينوس 60 درجة اللي عندنا في التمرين. دونك التطبيق عددي قبل ما نديرو خليها دونك يساوي ام جي ما نديروش التطبيق عددي تال من بعد ناقص كوس 60. من الان نطبقوا مبرهنه الطاقه الحركيه. قلنا بان او سي في النقطه بي ناقص او سي في النقطه ا يساوي مجموع الاشغال اللي هو ام جي ار ام و كوس ديال 60. حنا كنعرفوا بان او سي ا يساوي صفر دونك كتبقى عندنا او سي بي كتساوي 1 على 2 ام في بي او سي 2 اللي كتساوي بيان سور هاد الكتابه اللي هي ام جي ار ام موان كوس 60. دونك غنختزلو ب ام يعني ان في بي او سي 2 يساوي 2 جي ار ام موان كوس ديال 60 درجه. من هذا التعبير نسنجو في بي اللي هو راسين ديال دو جي ار ان موان كوس ديال 60. اول حاجه غنسنجوها من هذا التعبير ان السرعه لا تتعلق بالكتله يعني ما كاينش تعبير ديال الكتله في هذا كتعلق انما بالجي فقط وبالزاويه تيتا وبار. دونك الان تطبيق عددي دونك في بي يساوي راسين ديال جوج في عشرة في اغ اغ قلنا 50 سنتيمتر 50 في عشرة أس ناقص 3 عامل 1 ناقص كوسينوس ديال بي كوسينوس ديال بي على 3 60 هي بي على 3 الكوسينوس هي 1 على 2 دونك 1 ناقص 1 على 2 هي 1 على 2 دونك التعبير كامل غيمشي مع هاد جوج دونك كتبقى عندنا راسين هنا 5 هنا 10 في 10 10 أس 2 10 أس ناقص دونك 10 أس ناقص 1. الآن نحسبو بالآلة الحاسبة
النتيجة هي 7.0 فاصلة صفر، 7 × 10^-1 متر سيكوند موانز. سؤال ثاني، ثانيا يقول السؤال: يقطع الجسم المسافة بسي قبل أن يتوقف، باعتبار أن الاحتكاك المكافئ لقوة F ثابتة طول جزء بسي. أحسب F. دونك باش نحسبو F نستعمل نفس الشيء، مبرهنة الطاقة الحركية، مبرهنة الطاقة الحركية بين B و C. الجسم يتوقف في سي، يعني ان في دو سي تيغال زيرو. دونك نطبقو مبرهنة الطاقة الحركية، والاشغال هي بي و اف. دونك نديرو دلتا او سي بين اللحظة بي و سي كتساوي او سي في النقطة سي ناقص او سي في النقطة ب يساوي الشغل ديال اف بلس الشغل ديال بي. الشغل ديال بي عمودي، بي عمودي على المسار، وبالتالي الشغل ديالو يساوي صفر. او سي قلنا الجسم يتوقف، وبالتالي في ديالو يساوي صفر، وبالتالي الطاقة الحركية ديالو يساوي صفر. دونك هنا غتبقى لنا ناقص، هنا ربي ناقص 1/2 ام في بي او سي 2 نا يساوي الشغل ديال اف هي موان اف فوا بي سي. يعني هنا نحيد ناقص مع ناقص، ونحسب اف يكافئ ان اف يساوي 1/2 بي سي مضروبه في ام مضروبه في في بي او سي 2. تطبيق عددي، نلقاو بان اف يساوي 1/2 فوا بي سي. غنشوفو التمرين، بي سي 4 متر، دونك في 4 ام 500 غرام، 500 × 10^-3، ثم في بي 7.0 7.0/1 تو او كاري. دونك بقى لنا اننا نحسبو بالآلة الحاسبة. دونك اف نلقاو ما يلي، غنلقاو 3.12 × 10^-2 بيسير بنيوتن. وصلنا لنهاية هذا الفيديو، كان معكم الأستاذ خالد الناجي. ما تنساوش تبارطاجيو لا فيديو ديالنا على القناة ديالنا مدرسة الرياضيات والفيزياء، وتابعونا على صفحة الفيسبوك مدرسة الرياضيات. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.